ما سمعتش ردك يا جابر. انت عارف انور بيه انك صاحب فضل علي، وانا ما انساش اللي مد لي يده في يوم من الايام، لكن ازعل قوي من اللي عطلني. عطلك؟ ايوه يا باشا. عمرك شفت صقره ومحلك في السماء يسمع لحاجه انها توقفه الا لو انت عاوزه يقع، وانت ما يرضكش انك يقع، وزي ما انت شايف انا محلك فوق وفوق قوي. تعرف يا جابر ان انا ما بحبش اتكلم كتير، بس مش هسمح لك انك تتنطط عليا. ولو انت بقى عايز تصون النعمة وترد الفضل يبقى تخلي اللعب معايا انا وعيلة. بس 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 ما تخطرش نفسك امال، فتحة الصدر تتعبك. اللومة كبيرة عليك قوي يا جابر. انا مش هقول لك كلام يزعلك، بحكم انك راجل كبير في السن وبحكم انك صاحب فضل علي، لكن هنصحك نصيحة. بعيد عن جابر، انا لا بندب حد ولا برازي حد، لكن الله وكيل لو جيت على سكتي اعز فيك. على فكرة البن المرة دي مر قوي، ريت ترجع للبن الاولاني. عندنا نحط الفنجان الاولاني للضيف والتاني للكيف، وانت مالكش كيف عندي. نورت يا نظير. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.